بفقرة كهرمان اليوم راح نتكلم عن أهمية الرضاعة الطبيعية والولادة الطبيعية أيضاً وتأثيرها على الصحة والبشرة والشعر لكل امرأة. راح نعرف النصائح أكثر مع مدربة ومرشدة الرضاعة الطبيعية والولادة سارة الحيالي، فخليكم تابعينا. مرحبا سارة. أهلاً. يا هلا، نورتي برنامج كهرمانة. نورت حبيبتي، شكراً جزيلاً للاستضافة، أشكرك. أهلاً وسهلاً سارة. طبعاً الموضوع جداً حلو شيق، وخاصة بالآونة الأخيرة أو الجيل الجديد كلنا نشوف من تريد تولد تبتعد عن الولادة الطبيعية، يفضلون دائماً يمكن الولادة القيصرية، فنريد بعض النصائح أو نتكلم بهذا الموضوع أكثر. صحيح، هو فعلا بالآونة الأخيرة نشوف زيادة كبيرة بعدد الولادات القيصرية، وذلك طبعا لأنه أشوف أنه تهيئة المادرز لجسمهم خلال فترة الحمل نفسها تكون أقل، فدا يستسهلون هذا الأوبشن يروحوا له. بس طبعا احنا نعرف انه مهما يكون يعني النيتشرز اي شيء طبيعي انه هو يجي بجسمنا حيكون طبعا احسن بالنسبه للام، كذلك طبعا للطفل واستمرارها حتى بعد الولاده. اذا تريد تحب الام تكمل بالرضاعه الطبيعيه، طبعا الولاده الطبيعيه راح تعطيها هذا الاوبشن، يكون اسهل الها والطفلها. طبعا اكيد صار مثل ما حكينا انه الناس قامت يعني تستسهل الولاده القيصريه، نشوفها من كثير من النساء انه تستسهل الحليب الصناعي. مثل ما نعرف انه يعني احنا من امهاتنا اكيد نسمع الرضاعه الطبيعيه جدا مهمه، وحابين انه احنا نشجع اكيد دائما النساء والجيل الجديد انه يتبعون الرضاعه الطبيعيه بما فيها من فوائد. حابين نتطرق على فوائدها. أوكي. بس أول شيء أريد أنطي تاريخ بسيط عن شلون صار الحليب الصناعي أصلاً. بالثورة الصناعية، لما صارت الثورة الصناعية طبعاً رادوا أنه عدد كبير ينزلون لسوق العمل، فاللي كانت أنه معظم النساء ما يشتغلون بهذاك الوقت، حتى يدخلون النساء لهذا الميدان صار أنه الأجور مالتهم أقل، فاضطروا أنه حتى تطلع الأم وتشتغل تعوف الطفل، فقام صنعوا لهم هذه الفورميلا. طبعاً بس كانت يعني أول شيء تركيبات خفيفة وبسيطة، وبعدين فيما بعد تطورت وصار يضاف لها أشياء أخرى وهيجي لحد ما وصلنا للي وصلنا له، وصار طبعاً advertising هواي إلها وتشجيع إلها. بس طبعاً إحنا حالياً بعد اللي نشوفه وبعد اللي صار بينا بكورونا، لحظة هواي من الدراسات الحديثة تشير إلى أن الأطفال اللي يرضعون طبيعي طبعاً عندهم نسبة الذكاء أعلى، الأطفال اللي يرضعون طبيعي أيضاً نسبة التحسس هواي، لاحظ أطفال حالياً عندهم تحسس من الأكل من أشياء معينة، اللي يرضعون طبيعي نسبتهم أقل، بالإضافة إلى أمراض كثيرة يعني ما أريد أتطرق لها، بس الرضاعة الطبيعية تخفف هذه النسب. طبعاً الرضاعة الطبيعية مو بس للطفل هي مفيدة، كذلك للأم، يعني الأمهات اللي يرضعون طبيعي نلاقي عندهم نسبة سرطان الثدي بالمستقبل تكون أخف، بسبب طبعاً بعض الهرمونات اللي تشتغل على هذا الموضوع. كذلك الرضاعة الطبيعية تساعد الأم إنه يرجع جسمها بسرعة، وإحنا كلنا طبعاً حالياً نريد جسمنا يكون يرجع بسرعة، وهذه فالرضاعة الطبيعية أنت كل تقريباً كل رضعة إحنا نفقد بيها ما يقارب 500 سعرة حرارية. حنشوف يمكن أمهات حيقولون بس أني أسمن، لهذا إحنا طبعاً ننصحهم إنه يتبعون إياها نظام صحي لازم يكون حتى الأم تقدر ترجع، بس هي فعلاً لترلي هي تساعد إنه الأم يرجع جسمها أسرع والرحم وكل شيء يرجع طبيعي أسرع. سارة سوري، إحنا ليش البنات إنه يقولون إنه صح، يمكن بعض الناس تقولك أني بالرضاعة أسمن، شنو سبب هذا السمن؟ يعني انه ياكلون اكثر لو اكو هرمون معين؟ هو اللي يصير انه احنا تشوفين كل واحده مثلا هي حتى خلال الحمل كل ما تشوف واحده انت اكلي اكلي عن اثنين، انت اكلي اكلي عن اثنين، وبالرضاعه هماتينا نفس الشيء. بس هو طبعا اللي احنا ننصح به طبعا خلال الحمل، تخيلي انه احنا مو محتاجين نزيد هالنسبه الاكل قد ما محتاجين نحسن جوده الاكل. يعني ما ممكن اول اشهر احنا بس محتاجين نزود على كل نظامنا الغذائي تفاحه واحده جزء اناف، يعني راح تكون انه تسد جسمنا باللي هو يحتاجه. اوكي اما خلال الرضاعه هواي هم تدخل اشياء انه مثلا ينصحون الام مثلا تاكل هاي الاكو حلاوه او اي تمر والراشي، تمر وطحينيه مالتنا هاي حتى تزيد انه من الحليب. صح، بس اكو اشياء همات يعني ينصحون بها هي بيسكلي ما تزيد، يعني هي فقط ممكن تكون موروث بس مو من الموروث اللي هو حقيقي. بس الاشياء اللي احنا مثلا ننصح بها الام اذا اريد ننصحها باشياء فعلا في اكو اعشاب تقدر تاخذها مثلا اليانسون الحلبه، هذه الشغلات بيسكلي هي تزيد الحليب عند الام وبنفس الوقت وزنها ما راح يزيد لها.
فلهذا احنا اللي ننصح به انه نحسن جودة جودة الطعام الاكل بدل الكميات الكبيرة. صحيح، هذا احنا موروث دائما على قولتش انه اكلي بدل اثنين، وجيل عن جيل. صح. واحنا يمكن ولادة عن ولادة تختلف. صح. بهاي الامور، ودائما كل ما كل سنة او كل فترة نتعلم اكثر وتطلع دراسات وامور اكثر نتعلم منها. مثل ما قلنا سارة، الرضاعة الطبيعية جدا مهمة. بعض الناس يقول لك انه مثلا تكون زينة لبشرتي، اكيد يمكن كل شيء له ايجابيات وسلبيات. صح. احنا تعرفنا على ايجابيات الرضاعة الطبيعية، مثلا قلتي انه تنزل الوزن، ترجع الرحم بسرعة، كل شيء، انه ترجع الجسم المرأة طبيعي مثل ما كانت قبل الولادة. بعض الناس يقول لك انه شعري يوقع، شنو سبب انه مثلا يمكن الشعر او البشره تتغير بهذه الفتره؟ اوكي، هو شوفي بيسكلي يعني الام ممكن تنشغل اول فتره عن نفسها، انه هو فشي جديد، روتين حياتها كلها دا يتغير، فممكن هي تبدي تنسى نفسها يعني. صحيح. همات يعني، لانه انت لازم، هي محتاجه، ممكن احيانا يعانون من الجفافه بسبب انه هي اصلا دا ترضع، فاحنا محتاجين نرطب جسمنا بهذا الوقت ايش قد ما نقدر يعني. لازم المي يكون رفيقها الاول بهاي، كل ما تخلص البطن مالتها تحط واحد ثاني، وهكذا كل ما ترطب جسمها ما راح تحس بهاي الاشياء اللي تصير ممكن للبشره. بلس انه تحافظ على الروتين مالتها، مالت البشره، يعني الروتين اللي هو الصباح والمساء، الكريمات، الشغلات، في اشياء ممكن تتجنبها، اشياء ممكن تحتوي على الريتينول ممكن ما ننصح بها خلال هاي الفتره. بس احنا طبعا الترطيب، هالشغلات كلش حتحسن بشرتها وما راح تحس بهذا الفرق. بس احيانا هماتي انا اكو شغله اريد اضيفها، انه خلال الرضاعه ينفرز عندنا هرمون الاكسيتوسين، هرمون الحب. بالعكس احيانا تحسين الام تصير اكثر مشرقه اذا هي فعلا حابه الطفل وحابه الرضاعه وملتزمه بالاشياء الاخرى كغذائها كروتينها اليومي بالعنايه. صحيح. وحتى انه مثلا ينصحون الدكاترة بمجموعة من الفيتامينز، يعني تحسين انه الشعر تحسن عليها اذا استمروا بها، البشرة ايضا همين تتغير. لانه بعض الناس تترك هذه فترة، يعني كثير انا اسمع انه مثلا فترة رضاعة لا والله ما اخذ فيتامينز، ما استخدم، ما عندي مجال، او مثلا يمكن يقول لك اخاف اخذ هاي الفيتامينز لتأثر على الحليب وعلى الطفل. فأكيد ممكن أنا بس ممكن أضيف أنه بالعكس إحنا ننصح أنه الأم خلال فترة الرضاعة تأخذ فيتامينز، حتى هي هماتينة إذا راح يصير عندها نقص بشيء معين، هاي الفيتامينز راح تساعدها أنه هي تسد لها هذا النقص، وبلاس طبعا تحافظ على جسمها وعلى رونق بشرتها. وهذه كلها سارة احنا اتطرقنا عن تاريخ الحليب، شلون بلش الحليب الصناعي بسبب انه النساء حتى تكون العاملات يعني ما يحسون اطفالهم بفرق. اشوف بالفترة الاخيرة انه يستخدمون البامب، انه تاخذ المرأة العاملة يمكن تاخذ من حليبها الطبيعي وتحفظه بالثلاجة. اريد اعرف على هذا الموضوع اكثر. طبعا بالاونه الاخيره نزلت هوايه اشياء تساعد انه المراه تدعمها انه هي تقدر تشتغل وبنفس الوقت تحافظ على انه تنطي طفلها حليب طبيعي. من هذه الاشياء هي البريست بام اللي هو المضخات. طبعا اكو انواع، المضخه اليدويه ممكن او الالكترونيه. الالكترونيه هي الاسهل والاقل الم بنفس الوقت، واكو مضخات حاليا حتى نقدر بنفس يعني بنفس الفتره انه تستعملها للصدرين تقدر وتشفط الحليب. اوكي، كذلك الام تقدر تخزن الحليب، يعني احنا نقدر نخزنه بدرجه حراره الغرفه بس تكون شويه يعني مثلا من 18 الى 24، 4 الى 5 ساعات. كذلك تقدر الام تخزنه بالثلاجه بالداخل يعني اللي جوه بالثلاجه من 4 الى 5 ايام، وتقدر تحطها بالفريزر اب تو 6 مانث، ممكن ل 6 اشهر يضل وياها. حلو. بس يعني اللي مثلا موجود بالبيت يقدر ياخذ يطلع الحليب نحطه بكاسه تكون بها مي دافي، ما نكون المي كلش حار على مود جزيئات الحليب ما تتاثر، وعادي يقدرون راسا هم يعني اللي بالبيت يقدرون يرضعون الطفل، وبهيك نكون حافظنا على انه الطفل يرضع طبيعي وبنفس الوقت الام تقدر تمارس حياتها طبيعي. سارة، اذا تعود الطفل على الممه، يعني حتى لو كان حليب صناعي او حليب طبيعي، يعني ممكن يترك الرضاعه الطبيعيه؟
هو شوفي احنا اول فتره نقول باول 6 اسابيع بعد الولاده بنحاول انه احنا ما ندخل اي حلمه صناعيه للطفل. أوكي. على مود انه الطفل يتعود انه هو ياخذ من صدر الام يعني عرفتي؟ لانه هي حتى بيسكلي تقوي الجوينتس هاي بالفك وهاي كلها الرضاعه الطبيعيه راح تقويها، اوكي؟ اما اذا الطفل تعود انه اخذ خلال هاي الفتره الاولى قبل ما تستقر الرضاعه الطبيعيه ممكن فعلا راح يتعود عليها. فاحنا اللي ننصح به انه خلال الفتره الاولى تكون الرضاعه مباشره، بعدين تكون الام مثلا خلص هي ممكن تكون اقل شيء يعني راح تاخذ اجازه مثلا خلينا نقول 3 شهور من الشغل، تكون خلص بهاي الفتره هو تعود عليها، نقدر نبدي ندخل الراس الصناعي عادي اللي هي المامه، وخلص راح تكون امورها سهله وراح يقدر ياخذ من هذه ومن هذه. نورتينا اليوم سارة، وأكيد نحب ننطي فد نصيحة أخيرة لكهرماناتنا. شكرا جزيلا. طبعا أنا اللي أكثر شيء أحب أنصح به أنه إحنا يعني نحاول أنه نثقف نفسنا خلال فترة الحمل عن الرضاعة وعن الحمل وعن الولادة، لأنه إحنا لما نكون مثقفين نفسنا ما راح تقدر يعني الأشياء الثانية تأثر على هذه الفترة، ونريد نخليها فترة حلوة، نريد نخليها صحيح. تجربة حلوة، لأنه إحنا شايفة الأيام كلها تمشي بسرعة صحيح. يمكن اكيد انت حضرتك عندك تجربه حلوه ويا الرضاعه. اكيد طبعا طفل عن طفل تتغير تجربتك من طفل الاول تختلف عن الطفل الثاني ساره. واكيد يعني انا من اشجع الرضاعه الطبيعيه، انا بالطفلين انه رضاعه طبيعيه واستمرت وحده سنه ونص والثانيه سنه وثلاث اشهر. يعني احلى مثال انت بصراحه. هذا الشيء جدا حلو وننصح به دائما كهرماناتنا، مثل ما قلنا جيل عن جيل دي يختلف تفكيره، دي يحاول دائما يقدم او يجرب الشيء الاسهل. فاحنا دائما نحب ننصح بكهرمانه انه تستخدمون الشيء الطبيعي، والشيء الطبيعي دائما يكون احسن وافضل. ساره شكرا، نورتينا اليوم، وشكرا على النصائح الجميله والرائعه، واكيد لنا استضافه ثانيه ببرنامج كهرمانه. شكرا جزيلا. شكرا لك.